من أسرع الطرق اللي بتأدي إلى الشهرة والانتشار للبراندات والشركات هي ترندز، وهي طرق مواكبة الأوضاع الراهنة أو ما يشغل الرأي العام وملائمته بما يقتضي مصلحة البراند العامة، وطرق لا تسيء للبراند أو للشركة. وده موضوع حلقتنا النهاردة، ده اللي احنا سميناه حلو قوي الترند ده، ما تيجي نستغله. أهلا بيكم في برنامج الوصل. مواكبة الترند والانتشار من خلاله بيتسمى في التسويق بما يعرف بالتسويق الفيروسي الفيرال ماركتينج. النوع ده من التسويق هو من أقوى وأسرع أنواع التسويق والمحتويات انتشار. زي الفيروس لما بينتشر بالظبط بيكون ليه تأثير مباشر على البراندينج والبوزيشنينج الخاص بالشركة، وتأثيره يا بيكون سلبي يا بيكون إيجابي، ده طبعا بيكون بسبب الترند نفسه. في ترندات بتكون كويسة، وهي الترندات اللي بتثير المشاعر الإيجابية عند الجمهور زي الضحك والفرح زي الفوز أو الانتصار وغيره من الترندات. إزاي بقى تقدر تستغل الترندات دي ويكون تأثيرها جيد؟ تقدر تستغلها عن طريق شوية حاجات كده، زي إنك تفهم الترند ده كويس جدا وهل هو جيد ولا سيء، هيبقى الرواج بأنهي مشاعر بالظبط، وإن يكون على صلة وثيقة بالبراند بتاعك، والصلة تكون صلة طبيعية مش مصطنعة، لأن الاصطناع هيخلي المردود من الترند عكس المنتظر. مش ناسيينك في المصادر اللي هتلاقيها في الديسكريبشن بوكس عن ازاي تطبق الكلام ده. اختيار الوقت اللي هتستغل فيه ترند من اهم الحاجات اللي تركز فيها، وان توقيت يكون مناسب عشان ما تحولش شركتك لأضحوكة بعدين. استراتيجية الفايرال ماركتينج او التسويق الفيروسي عن طريق الترند هي استراتيجية ناجحة جدا، لكن هتكون مضرة جدا لو مفيش اختيار مناسب للترند والتوقيت والطريقة. المصادر اللي في الديسكريبشن بوكس هتلاقوا اللي يفيدكوا عن الفايرال ماركتينج. وبكده تكون خلصت وصلتنا النهارده، نشوفكوا على خير وانتوا دايما متواصلين. باي.